ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، وفيديو النهارده يا حلوين عن ماذا يوجد بحقيبتي السريه. بصوا بقى، فيديو النهارده هو حلو قوي وانا متحمسه ليه جدا، فهو يعني فيديو دراسي وفيديو جمالي في نفس الوقت. فبليز كيب واتشنج، هنشوف الانترو مع بعض وبعدين نشوف الشطه دي فيها ايه وهناخد معانا ايه في المدرسه او الجامعه. يلا بينا. بصوا بقى يا حلوين، الشنطة اهيت. بصوا الشنطة لازم تكون صغيرة، هي دي على فكرة صغيرة، يعني بصوا كده اهو اهو مش كبيرة، فبتتحط يعني في الباك بتاعتنا عادي جدا. مبدئيا الشنطة دي بتختلف احتياجاتها من سنة لسنة او من مرحلة لمرحلة. فاول حاجة لازم نكون واخدينها معانا ومتأكدين انها موجودة في الشنطة بتاعتنا، وهو الكحول. كورونا ما خلصتش يا جماعه، وفي كمان امراض تانية ربنا يعافيني ويعافيكم جميعا، فلازم ناخد الكحول معانا. فالكحول من الحاجات المهمه جدا واللي لازم تكون موجوده معانا في كل وقت، فده ما تستغنيش عنه. هو الكمامه على فكره، لان في يعني في بعض الاوقات في الجامعه بيبقى في تجمعات كبيره قوي وبيبقى في زحمه، فانت ايه خليكي كده محصنه الدنيا حواليكي. طيب، من اهم الحاجات كمان اللي هو الجل بتاع الايدين المطهر، بس ده مش عشان التطهير وبس، احنا معانا كده كحول، بس ده عشان لو انت اكلتي بره مثلا او كده، برضو ما عندكيش وقت تغسلي ايدك في التواليت فانت عندك ده. كمان معتر الفم، ارجوكم اهتموا بيه جدا جدا لان ده مهم. انت بتتكلمي مع زميلاتك بشكل قريب شويه، فلازم تاخدي بالك ان لازم يكون ريحه فمك حلوه، فلازم تستخدمي معتر للفم. حلو قوي ورخيص على فكره، مش غالي. في بالنعناع وفي بالقرنفل، ده بالقرنفل فحلو قوي، كنت جايباه من ماي واي. كمان البرفيوم بتاعك، انا مش بقولك حطي برفيوم في الجامعه، بس انت لو بنات بس تقدري تجددي روايح الجو، مش لازم تحطي على هدومك، ممكن تحطي على الشوز بتاعتك لو ريحتها مثلا طلعت او في ريحه مش عاجباكي في الجو، فتقدري ترشي منها، وده مش اجباري. انت ممكن اصلا تاخدي معاكي معتر بسيط، يعني معطر الجو. كمان كمان المهم جدا الصن بلوك، لازم انا حاطه صن بلوك قبل ما انزل، هاخده معايا ليه؟ ما هو انت لازم تكرريه كل ساعتين. طب ما انا قاعده جوه المحاضره، ما انت قبل ما تطلعي من الجامعه اصلا وتروحي لازم تحطيه، عشان يعني الشمس يا جماعه، الشمس، احنا نطلع من الجامعه اصلا محروقين يعني. فارجوكم اهتموا جدا بالموضوع ده. الحفاضه او الفوطه، والفوطه مش لازم ناخدها بشكلها ده، انت ممكن تغلفيها بمنديل، ممكن تحطيها في الجراب، ممكن اي حاجه، بس لازم تكون موجوده معاكي. ولو استخدمتيها في مره لازم تحطي غيرها في الشنطه، دي اساسي ومهمه جدا، لازم اوعي تنسي. كمان الشنطه بتاع المحفظه بتاعتك لازم يكون في فلوس على جنب جوه الشنطه دي، لا قدر الله لو اتسرقتي او حصل حاجه تبقي انت معاكي البوك ماني بتاعتك من غير ما تسوحي وتلوحي وكده، خصوصا درست اول سنه جامعه بتسرقوا جامد قوي، فخدي بالك. طبعا الوايبس والمناديل، ده منديل واحد سيبكم منه، انت لازم يكون معاكي وايبس ومناديل، لازم هتحتاجيهم جدا جدا جدا، خصوصا في الايام اللي عندك فيها محاضرات كتير. الكريم بتاع الايدين مهم نحافظ على ايدينا، علشان احنا داخلين على شتاء وكده، فلازم تحطي كريم الايد، تحطيه ريحته حلوه، فتغيري نشاطك. والله يا جماعه الحاجات دي مهمه، ما تفتكروش ان انا بقول لكم كده عشان ازود عليكم ولا حاجه، بس الحاجات دي فعلا مهمه جدا. كمان الليب بالم بتاع الشفايف، مش لازم ناخد معانا يا جماعه الليب بالم، مهم جدا طبعا. فالليب بالم كده معانا، طبعا ضفيرنا بقى اتكسرت او حصل حاجه، معاكي نوعين، يا تاخدي المبرد دوت اللي هو المعدن، يا اما تاخدي المبرد الكرتون، الاثنين مش هياخدوا منك مكان خالص، اكنه مقلم في مقلمتك يعني، بس عشان احنا بيحصل لنا مصايف في الجامعه فلازم تكوني جاهزه. اوعي اوعي تنسي الموضوع ده. طبعا اصحاب القولون يا جماعه، مرض القولون، انا دايما ده باخد العلاج ده اهو، وده بخليه برضو معايا، فدول مهمين جدا جدا جدا. اخر حاجتين ودول اهم حاجه، محجبه او مش محجبه لازم يكون معاكي. طبعا الدبوس لازم يكون معاكي، دبابيس زياده ولو واحد حتى، وتوكه. توكه انا اوقات كتيره جدا توكه بتقع، ما اخدش بالي توكه بتقطع، بنسى، اكون بنسى، الاقي نفسي حاطه بنسى ونزلت في شعري يتفك، فلازم يكون معايا توكه اربط شعري.
فدي كانت الحاجه اللي المفروض تكون موجوده معايا في الشنطه السريه للبنات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. اوعي تنسي تحطي لي لايك للفيديو وتشيريه لصحابك كتير، انا عايزه الفيديو ده يوصل لاكبر عدد مشاهدات ولايكات لو سمحت. ولو انت لسه مش متابعاني على انستجرام، والله عيب والله عيب، ازاي بقى لنا مع بعض 6 سنين ومش متابعاني لسه على الانستجرام؟ من فضلك روحي تابعيني على الانستجرام، واشوفكم على خير يا حلوين، مع السلامه.